السلام عليكم باشمهندسين، ايه هو اقل ميل لفرعة انحدار يحقق سرعات التنظيف الذاتية، واقل ميل مسموح لي ان انا استعمله لكل فرعة من كل قطر من اقطار الفرعات؟ عندي مثلا هناخد مثال من منهل A19 لمنهل A18، في هنا فرعة انحدار طولها 31 متر وقطر المواسير قطر خط المواسير 250 ملي، الاسلوب هنا 2.8 في الـ1000. طيب ايه اقل ميل لو حصل ان انا دلوقتي عايز اعدي الفرعه دي، ايه اقل ميل استخدمه بخط مواسير 250 ملي؟ الكود في جدول اللي هو جدول 2.6، اقل ميل مسموح به لمواسير الصرف الصاحب الانحدار لتحقيق سرعات التنظيف الذاتي على حسب قطر الماسوره بالمليمتر هيدي لك اقل ميل مسموح به بالمتر على كيلومتر. طيب دلوقتي لو المواسير بتاعتي 200 ملي هيبقى الاقل ميل، اقل حاجة انا ممكن استعملها هي 3 وربع، اقدر ازيد عن كده لكن ما اقلش عن 3 وربع. طيب اقل ميل اللي هو 3 وربع متر على الكيلومتر يعني ايه؟ يعني احسبه ازاي؟ انت عندك دلوقتي المطبق ده منهل الانفرت بتاعه سالب 88 من 100، وعندك الخط ال 250 مللي ده اتجاه السريان بتاعه، ده الاب ستريم وده مطبق الداون ستريم اللي هو ايه 18، ده الداون ستريم. طيب انا دلوقتي مش عايز احسب الانفرت بتاع المطبق ده واحقق اقل ميل، انا مش عايز احفر كتير، مش عايز اعمق الشبكه، فانا هشتغل على اقل ميل. ايه اقل ميل لخط ال 250 مللي والمعلومه عندي ان الانفرت هنا سالب 88 من 100؟ هجيب ده ازاي؟ اولا الفرع بتاعتك طولها 31 متر وقطر خط المواسير 250 ملي، هنروح نبص في الجدول هنلاقي المواسير اللي هي ال 250 ملي اقل ميل مسموح به هو 2.8 متر على الكيلومتر اللي هو يعني 2.8 في الـ1000. طيب دلوقتي احسبها ازاي؟ انا عندي طول الفرع 31 متر، 31 متر هضربها في كام؟ هضربها في 2.8 يساوي على 1000 لانها في الـ1000 يساوي، هيطلع الميل عندي 8 من 100. 8 من 100 ايه؟ متر، انا شغال بالمتر، انا قاسم على 1000 انا شغال بالمتر، فهيطلع معايا 8 من 100 متر. 8 من 100 يعني 8 سنتي، 8 سنتي، لكن هنا في تقريب يبقى حوالي كام؟ 9 سنتي. طيب انفرت المطبق ده كان كام؟ مطبق ايه 19 اللي هو الاب ستريم، المفروض انا وانا جاي كده هنزل، يعني هطرح من الانفرت، من الانفرت ده، الانفرت ده سالب 88 من 100، سالب 88 من 100، هطرح منه 9 سنتي، سالب 88 من 100، سالب 88 من 100 ناقص 9 سنتي يطلع كام؟ يطلع سالب 97 من 100 اللي هو انفرت المطبق A18. يبقى على حسب قطر المواسير اللي عندك، قطر الفرعة، اقدر ان انا اعرف منه من الكود اقل ميل ممكن انا استعمله. طب هل انا ينفع لو الفرع 200 مللي يبقى 200 مللي قطرها يعني 200 مللي ينفع استعمل فيها الميل اللي هو 2.8 في الـ1000؟ ما ينفعش، ما ينفعش تقل عن 3.25 في الـ1000. طيب في مشكلة، احنا مثلا واحنا بننفذ الفرع دي على الطبيعة قابلنا عائق ما، فاضطرين ان احنا نرحل المطبق A18 طلعناه قدام شوية، طلعناه مثلا 6 متر او 7 متر، اشتغل بنفس الميل انفرت ده ونفس الانفرت ده، مفيش مشكلة، الفرع طولها زاد على الطبيعة وانا شغال بنفس الانفرتات. طبعا الكلام ده غلط، لازم ان انا اعدل الانفرتات طبقا لاقل ميول عندي، تمام؟ لازم الميول تبقى ما تقلت الميل اللي عندك، فرق الانفرتات ده لما تطرح الانفرت ده، انفرت الاب ستريم ناقص الداون ستريم وتقسمه على المسافه يديك ميل اكبر من الميل، من اقل ميل مسموح به اللي هو في الجدول. طيب دلوقتي ده الاقل ميل، تمام؟ احنا قلنا الميول احنا بنحقق اقل ميل عشان انا احقق سرعات التنظيف الذاتي، فاكيد لها قيمه اقل وقيمه اعلى. طب ايه هي السرعات دي؟ قيمتها كام؟ الصفحه اللي قبلها الكود حددها ان بصفه عامه يفضل ان تتراوح قيم السرعات بين 6 من 10 الى 1.5 متر على الثانيه مواسير انحدار، يعني حسبت سرعه الميه داخل المواسير تنحصر معاك من 6 من 10 ل 1.5، ما تقلش وما تزيدش، ده يفضل ان هي تتراوح القيم ما بين القيمتين دول، تمام؟ وزي ما قلنا لازم طالما انا هرحل مطبق او زود طول فرع او اقلله لازم التزم بالميول، ما اشتغلش على نفس الانفرتات، ولازم الكلام ده يتعدل على اللوحات. وطبعا المسافات ما بين المطابق برضو بتتوقف على
قطر المسير. يعني انا لو عندي قطر المسير ده 250 مللي، ما ينفعش اعمل انا طول الفرع 60 متر. برضو في الكود موجود جدول بيحدد الاقصى اطوال للفرعات على حسب قطرها، كل قطر ما يعديش طول معين. يعني 250 يبقى واقف عند رقم معين، اخره مثلا 50 متر او 30 متر على حسب الجدول اللي موجود في الكود. تمام، بس كده وشكرا، والسلام عليكم.